سلام سلام، hello everyone. I hope you're all doing well. مرحبا بكم في قناتي لتعلم اللغة الإنجليزية English with Maisa. Welcome to my channel. In today's video, we are going to learn or discover the curriculum of second year. Okay؟ يعني راح نشوفوا اليوم برنامج سنة ثانية ثانوي شعبة أدب وشعبة علوم وشعبة لغات. نهضروا عليه فيت في باش تكون عندكم يعني نظرة شاملة عليه واش راكو حين تشوفوا فيه اكسيتيرا. داكور دونك باش ما نطولوش الهضرة، عندنا شعب الأدبية. شعب الأدبية راهي مقسمة بين لغات وأدب. اوكي دونك نبداو بشعبة اللغات. شعبة اللغات واش راح نشوفوا؟ حين نشوفوا 6 يونيتس، 6 وحدات. Unit number 1 signs of the time. Unit number 2 make peace. Unit number 3 waste not, want not. Unit number 4 Baden scientist. Unit 5 science or fiction. Unit number 6 no man is an island. No man is an island. هادو كامل يشوفوهم شعبة اللغات. باغ كونطخ شعبة الآداب يشوفو كامل هاد الوحدات ما عدا بادين ساينتست. دونك شعبة لغات عندهم 6 وحدات، شعبة آداب عندهم 5 وحدات. هادي بادين ساينتست ما يقراوها شعبة آداب. تفهمنا؟ دونك هيا نهضرو على وش فيهم هاد اليونيت. I'm sorry. قبل ما نبداو نهضروا على واش فيهم اليونيتس، نهضروا على الشعب العلميه واش يشوفوا من هذا البرنامج. تبعوا معايا. الشعب العلميه عندهم 4 وحدات فقط. الوحده الاولى اللي هي ميك بيس، الوحده الثانيه ويست نوت وونت نوت، الوحده الثالثه بادين ساينتست، الوحده الرابعه نو مان از ان ايلاند. الشعب العلميه عندهم غير هاد 4 وحدات فقط. هيا نهضروا دوكا على الوحدات واش فيهم. دونك يونت نمبر 1 وي هاف ساينز اوف ذا تايم. واش نهضروا في هاد الوحده؟ نهضروا بوكو بلس يعني الاكثر على بين الماضي والحاضر. كيفاش كان الاكل في الماضي، كيفاش راهو في الحاضر، كيفاش كان اللباس في الماضي، كيفاش راهو في الحاضر، كيفاش طريقه الحياه لايف ستايل، كيفاش كانت في الماضي، كيفاش راهي في الحاضر، البنايات اكسيتيرا. تسمى كل حاجه نديرو مقارنه بين الماضي والحاضر، الاكل، اللباس، طريقه العيش، طريقه السكن، كلش غوسو مودو. هنا في ساينز اوف ذا تايم نروحو لميك بيس. من الاسم تاعها راهي باينه. نهضروا على الحروب، على السلام، على السلم، على الشخصيات اللي كانت بارزه ويعني هضرت على السلام وهضرت على كيفاش نحبسوا الحروب اكسيتيرا. دونك راهي هذه الوحده تهضر على الحروب وعلى السلام، على البلدان المضطهده، على الشخصيات البارزه اللي هضرت على السلام كيما مارتن لوثر كينغ اكسيتيرا. ويست نوت وونت نوت نهضروا فيها على البيئه، اعاده التدوير، كيفاش نحميو البيئه. قريتوها سنه اولى ثانوي في باك تو نيتشر. شتو باك تو نيتشر؟ هي تكميل ويست نوت وونت نوت، هي تكميله الباك تو نيتشر. كنا نهضروا على البيئه، كيفاش نحميو البيئه، على الطبيعه، على الحيوانات. دوكا هنا راح نتعلمو كيفاش نحميو البيئه بيان سور، كيفاش نديرو ريسايكلين اللي هو اعاده التدوير، كيفاش نستعملو طرق جديدة لتحمي البيئة، كيفاش نستعملوا أجهزة جديدة لتحمي البيئة إكسيتيرا. يعني هي تكميلة وعندها هضرة على البيئة وحماية البيئة إكسيتيرا والطرق اللي نديروهم. نروحو دوكا البادين ساينتست. بادين ساينتست هنايا هي وحدة تهضر على التجارب العلمية، بوكو بلوس علمية، فيها تجارب بزاف، فيها تجارب الاساتذه يديروهم لكم ان شاء الله ولا ديروهم في لو بروجي. دونك تهضر على التجارب، تهضر على امور علميه، وحده هايله. نروحو دوكا ساينس اور فيكشن.
ساينس اور فيكشن. هنا بوكو بلوس تهضر على القصص الخياليه. هاد الوحده نهضروا فيها اكثر على القصص الخياليه كيما افاتار اكسيتيرا، بين الحقيقه والخيال، قصص بين الحقيقه والخيال، ونديروا ديفرنسز. ومن بعد عندنا نو مان از ان ايلاند. هنا تهضر لنا على انه الانسان ما يقدرش يعيش وحده، الانسان عايش في مجتمع، كيفاش تكون المساعده بين الناس، كيفاش يكون التحاب بين الناس، كيفاش تكون الموده والتعاون بين الشعوب، ولا في بلد واحد يعني الشعب فيما بينه كيفاش يعاون بعضاه، كيما في اوقات الزلازل، اوقات الفيضانات اكسيتيرا. نبينوا بلي الانسان ما يقدرش انه يعيش وحده، لازم له يعيش مع الشعب، مع عباد واحد اخرين، ويتعاونوا باش يكملوا الحياه. يعني هادو هما الوحدات اون جينيرال واش يهضروا. وصفتهم لكم غوسو مودو يعني باش تكون عندكم فكره على واش راح تشوفوا هاد العام. كونسيرنون الدروس تاع القواعد انا راح نشوفوهم اوفيغ اميزور، نولي اشاك فوا ندير لكم دروس القواعد ونشرحه لكم بالتفصيل مع تمارينات بكل تاكيد. دونك نورمالمون هذه يعني فيديو تقديميه فقط للبرنامج باش تكون عندكم فكره. جيسبر تكون عجبتكم الفيديو، تكون خفيفه عليكم. نتلاقى ان شاء الله في فيديو جديده. سي يو سون. دونت فورغيت تو سبسكرايب، لايك ذا فيديو، شير ذا فيديو وذ يور فريندز، اند رايت ا كومنت، واي نوت ا سبورتيف وان. اوكي، ثانك يو سو ماتش. اف يو هاف اني كويستشن فيل فري تو اسك ان ذا كومنت. ثانك يو اند سي يو next time. Bye-bye.